تتطور قدرات الأطفال شيئا فشيئا. ها هم اليوم يكتشفون حرف الشين في رحلة التعرف على أحرف الهجاء. إنها نقطة تحول هامة في حياتهم، قبلها كان الشارع هو مقرهم الرسمي. أعمر تلقى فيه تكوينه الأساسي. آثار الضياع لم تمحها بعد الأيام التي قضاها في مركز الدمج هذا التابع لوزارة المرأة. ورغم صغر سنه إلا أن معاناته الكبيرة سرقت منه طفولته. كنت أعمل على عربة بيع الماء وأنقل البضائع حتى جاءت لي والدتي إلى هذا المركز. هذه فئات هي الفئة الأمية، الأطفال الأميين والأطفال اللي متسربين من المدرسة، وكذلك الأطفال اللي متمدرسين ولكن مهددين بالسرب من المدرسة. لسبب أو لآخر كان تشرده هو المآل، لذلك وجد هؤلاء الأطفال أنفسهم في مراكز الإيواء كبديل مؤقت عن الأسرة، يبحثون فيها عن المأوى والزاد وبعض الحماية. ويجد الخبراء الاجتماعيون صعوبة في إقناعهم بقطع علاقاتهم بالشارع والتكيف مع أسلوب حياة جديد عليهم. نحن نعتمد مقاربة علاجية تأخذ بعين الاعتبار مختلف حاجيات هؤلاء الأطفال وتحاول دمجهم في حياة نشطة. قست الحياة عليهم وأنهكتهم الظروف الاقتصادية المتدهورة، فألقوا بأنفسهم في الشارع على الفرج يأتي منه، لذا أصبحوا يمارسون مهنا أي مهن يقتاتون منها، فيما اختار بعضهم التسول كصنعة دائمة. حصيلة هذا الضياع عنف وجريمة وتحرش جنسي، وما خفي كان أعظم. أبطال الشارع يصنفون لدينا في الدراسات الإجرامية لأنهم أبطال معرضون للجنون، أي معرضون للدخول إلى عالم جريم. فبمجرد أن يوجد الطفل في الشارع فإنه يفقد دفء الأسرة ويفقد حنانها. وجود الأطفال في الشارع يجعلهم فريسة للمجهول، فيصبحون خطرا على أنفسهم وعلى المجتمع، وقد يبقى الحال كذلك ما لم تمد لهم يد العون التي تحمل معها شفاء حقيقيا لمعاناتهم وليس فقط لحظة تعاطف عابرة. زينب مسربي، الجزيرة، نواكشوط.